حياكم الله في فقرة الأخبار في دقيقة، وفيها نستعرضكم ملخص لهم الأخبار في هذا الأسبوع. بشكل رسمي جوجل تعلن عن الجوالات المتوسطة بيكسل 3A وبيكسل 3A XL. سامسونج تلغي أي شخص طلب حجز مسبق للجوال جالكسي القابل للطي، وما في أي موعد جديد لطرحه بالأسواق مع الوعد تطوير الجوال بشكل أفضل. تويتر الآن يسمح لك بأنك ترد في الريتويت الخاص فيك بصورة أو فيديو أو GIF. خدمة EA Access راح تتوفر على PlayStation 4 في شهر يوليو باشتراك شهري أو سنوي. مايكروسوفت تبدأ تشويق للعبة ماينكرافت نسخة الواقع الافتراضي، والإعلان الرسمي في 17 مايو. جوجل تعلن عن ميزة كابشن لايف لمشاهدة أي فيديو بالترجمة وتساعد الصم والبكم على فهم الفيديو. سوني تعلن الحلقة الثانية من State of Play، هو عبارة عن برنامج قدم في الشركة جديدة عن أجهزة PlayStation من ألعاب وغيرها، وراح تكون في 10 مايو الساعة 1 صباحا بتوقيت السعودية. وهذه كانت أهم الأخبار لهذا الأسبوع. شكرا للمتابعة، مع السلامة.